تشتغل حمال؟ ايش في بنا؟ أنا خايفة عليك، لا تكتسر ولا يخرق العمود الفقري. مالك يا عمود فقري، عمود فقري مش شغلك انت العمود الفقري. بعدين انا اشتغل حمال، اشتغل سباك، حتى ان شاء الله لو ما حصلتش اشتغل مدير عام. مش عيب الشغل، مش عيب. بدل ما انا جالس هناك بالقريه لا شغل ولا مشغله. اكد لو كملت دراستك فتك لقيتها عمل خفيف كذا ولا حمال. يا اختي الله احفظك، لا تقلبيش المواقع، قدك داري بي. اقري 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 اقري، اخرج من المدرسه وانسي. انا موهبتي مش بالتعليم، انا موهوب بالحماله. انا موهبتي حماله، حمالنا. السلام عليكم. اهلا حياك اهلا الله وسهلا. صهيب، حيا الله. حياك الله. كيف اهلا حالك؟ وسهلا. عاش من شافك. عاد على سلامك. الله يسلمك والله. كيف حالك؟ الله حياك الله. اهلا وسهلا. كيف حالك؟ الله يسلمك. والله لك وحشه. الله يسلمك. انت كيف عمي وكيف عمتي؟ كيف حالك؟ ابي امي يسلموا عليك والله. الله يسلمك. سلم وقول لك الدعم. الله يسلمك. عشيت عليكم؟ لا ما رايكم ندور على شيء؟ فكره حلوه. طيب. الحاصل يا اختي لا تكلفوش انفسكم يعني، و اللي قال له حتى ان شاء الله لحم صغار لحم كبار موجود دقه لما في شدو دقايق. حياك الله. الله ما مشكله فولا حاج. الله يخليك. مش يكلف عليكم انت. ما انت ليش احنا منك انت؟ الله انا والله متعبك. مش كل مره انا افضل لك يا مخلد، مش كل ما تجي تطلع عندنا اطلع معك جبن حاجه. ما فيش داعي يا اخي. صدق صدق ان انا قزعت 7 حبات جبن معتبر. نسيت وين فوق البيجوت. ولا الحلاوة؟ أكيد نسيت من فوق القطع. أكلتوه هنا؟ ثلاثين. علشان ما يضيعنش. طيب. الله يرضى علينا وعلى والدينا. ما براقد إلا الآن. دل لنا شاهي قهوة بون قال شر راقدي. يلا واحد يقع خفيف. حد بحاجتهم. اشتي روح اشتغل. بس الدنيا برد. واحد يلبس كوت منها صهيره. إن شاء الله هذا شيء على مداري، إن شاء الله هذا محق سنة دقيانوس. أنا أطرح هذه. قوم هناك. مش ينفع هذا الحمال هذا. الله! ما عاد نقول. صهيرنا. صهيرنا ما شي نقول. الله يكون بعونك يا أختي. الله يكون بعونك. اهلا وسهلا يا اخي. اهلا وسهلا. حي الله من جاء ان ضيفنا. والله ما تدري. تفضل. ما دراك ان انا جيت من القريه؟ ها اكد ضيفي واحد يجي. لا انا داري ان انا بيتو من امس عندكم. حياك الله. الله يحييك. انت تنفعنا يا ابن هادي، تنفعنا عند البلديه عند كمان. مش بهادي، بهادي ده صهيري. الا ابن هادي، هذا الكوت حق ابن هادي. هي ما دبر بهادي كدي لنا واحد من قهوه. ها؟ ولا حاجه خلاص. تفضل. يلا الواحد يروح يسنب على الله قبل. كله اجر. وين جابوا؟ نواة يا نواة. ها ايش تشتي من الصبح؟ فين راح الكوت؟ ايش من كوت؟ الكوت حق الوالد. مش انا قلت لك ما تلبسش هذا الكوت المبهدل وترقم به؟ يا مرة اصلا انت مش عارفة ايش حكاية الكوت هذا. المدير قال لي ما كنت يتوظف الا وانا لابس الكوت. دحين فرح الكوت، انا علقته هنا، متأكد ان انا علقته هنا فرح. وين ايش عرفني؟ كيف ايش عرفك؟ ما يكونش اخي مكرد لبسه وخرج؟ مش مكرد لبسه وخرج. ألا لو جني يجلس كاردو 6 أشهر، كيف يلبس الكوت من دون ما يكلمني؟ ذا الحين فين راح أخوش؟ يمكن خرج يدور له عمل. يدور له عمل، وأنا أجلس بلا عمل، أنت عارفة يا مرة إن أنا ذا الحين موظف عند الكوت، فاهمة ولا لا؟ شلل، ذا الحين أول يوم وأجي لهم متأخر وبدون كوت، الله يصيبش أنت وأخوش. هذا ابن هذه طاك الله والمتي كريم. امان عدنا بين اقول اجي لها عندك. مالك يا استاذ؟ انا لا لا في لبس بالموضوع، مش انا مش ابن هادي. ابن هادي هذا صهيري يا اخي. ابن هادي عرفتك بالكوت بعد صهيري ريري بيبي. ما يهمني شو شي واحد. امسك الفلس هذه يا اخي وحطها في جيبك وعاني روحك وعاني الخبره. تمام.
مالك يا استاذ مناش بيت من دور؟ اسمع يا اخي العزيز، انا معي هذا العماره تمام. الله هذا العماره فمن داخل ضيقه. سلك بالله، والله اني ضيق امانه. تخرجت للشارع 7 متر علشان اعمل للجهال حوش. يا اخي بيضيقوا معي 4 جهال بيصفحوا. يضيقوا ايوه يضيقوا الضيق على خلق الله. كيف كان الاولين يا اخي وذا الشارع بساح؟ الاولين كانوا يمشوا بجمال، ما دخلنا انا بالاولين والاخرين. صلع بيتك سعد. لا تدش معي هدا، انت سبر امورك مع الناس ولا تخليهم يجي جوله عندي ياذوني. انا الشعمر براحتي خاطرك. لا حول ولا قوة إلا بالله. كيفك؟ حياك الله. حياك الله، وينك؟ لا أنا صهير ابن هادي الله. لا لا أنت ابن هادي أنا عارف، لا تنكره. أنا عند حق ايش هذا؟ حق الموضوع هذاك أنت عارف. الموضوع اللي...